السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الاتريبيوت الخصائص اللي موجودة في برنامج الاركيكاد، يعني خصائص للرسم الخط، للرسم فيل او هاتش وهكذا. بنلاقي فين؟ بنلاقي هنا في الاوبشن element اتريبيوت، بنلاقي مثلا هنا عندي الليرات، فتقدر تغير اسامي الليرات، تقدر تعمل لير جديدة، تقدر تخفي بعض الليرات لو تحب، تقدر تقفلها بحيث محدش يقدر يعدل فيها وهكذا. طيب برضو عندنا هنا في الاوبشن بنلاقي عندنا اللاينز، فبنلاقي عندنا الخطوط، كل خط منهم بتقدر ان انت تشوف الخصائص بتاعته، المسافة بين الخط والخط قد ايه وهكذا. يعني مثلا ده خط كنا عملناه في فيديو قبل كده، بتلاقي ان فيه هنا مسافة وبعد كده فيه جابس، فتقدر تزود الجاب دي لو تحب، بحيث ان هو يرسم الشكل وبعد كده يدي جابس معينة وبعد كده يرسم شكل زي ما احنا عملنا هنا كده. ممكن من لاينز هنا نقول له احنا عايزين نعمل واحد جديد، وتحدد الرمز وتقول له اوكي. فبعد ما يعمل الرمز نقدر نحدد الجاب مثلا ب6 مثلا، فيبدأ يعمل الشكل وبعد كده مسافة وبعد كده شكل تاني وهكذا. طيب من ضمن برضو الخصائص التانية ان انت برضو ممكن تتحكم في البنس والكلر، الالوان بتاعتهم. ممكن برضو نقول له احنا عايزين الفيل، فهنا بيجيب لك الهاتش، فبتلاقي كمية كبيرة من الهاتش. اي هاتش انت بتحدده بيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعته، فبتبدأ تحدد اذا كنت مثلا محتاج ان انت تعمل له زاوية، محتاج تدي مسافات معينة بين الشكل والاخر وهكذا، فبيبدأ يعمل لك الباترن اللي انت عايزه، بحيث لما تختار امر فيلم من هنا وتقدر تحطه بيطلع لك القائمة دي، تقدر تختار اللي انت عايزه. وفي حاجات كتير بتبقى عبارة عن صورة، فانت ممكن تغير الصورة تعملها ايديت بحيث ان انت تختار شكل اخر. عندنا سيرفس برضو، ده يعتبر زي الشكل لما تعمل رندر، فممكن تختار مثلا شكل ستون ده هنا، فبيبدأ يجيبه لك بالشكل دوت، فبتختار الكلر بتاعك اللي انت عايزه، تبدأ تفتح الصورة او تغمقها زي ما انت عايز. الباك جراوند ممكن تختار صورة اخرى، تقول براوس وتختار صورة اخرى من الصور اللي هنا. الالفا شانل افكت هيأثر على السيرفيس والامبيد والديفيوز، هتلاقي ان التأثير اتغير هنا. فدي مهمة، ومن الحاجات الكويسة برضو ان انت عندك اختيارات كتيرة للرندر، بيزك انجن او اللي هو الماكسيون او اوبن جي ال، تقدر تختار ترندر بيه فيهم. الماتيريال، بيلدينج ماتيريال، كل ماتيريال من دول بتلاقي بقى الخصائص بتاعتها، تقدر تعدل الاسم بتاعها، تقدر تعدل الالوان اللي هتبقى موجوده، الماتيريال اللي موجوده، كل الخصائص اللي انت عايز تعدلها في الماتيريال. البروفايل، الزون، كاتيجوري، الحاجات دي كلها. اتريبيوت مانجر دي بقى بتلاقي فيها كل الحاجات، بحيث لو انت محتاج تعدل في لون حاجه او في شكل حاجه بتلاقيها موجوده هنا، تقدر تختار الحاجات اللي انت عايز تشتغل بيها. اثناء الشغل كل حاجه احنا بنشتغل بيها هنضطر ان احنا ندخل نعدل في الاتريبيوت عشان نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. يعني لو احنا مثلا بنرسم وول مثلا اهو، فهتلاقي السيرفيس تقدر تختار منها، تقدر تختار الريفرنس لاين يمين او شمال او كده، الفلور بلان، كل الاختيارات ديت هنبدا نتعرض ليها واحنا شغالين في مشروع حقيقي، ونقدر كل شويه نلاقي مثلا في حاجه محتاجه تعديل.